السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الاستخدامات القوية لموضوع البلوك تشين ان هو بيستخدم في التصويت في الانتخابات اللي هو الفوتينج، ودي تمت في فعلا في استراليا عام 2019، بحيث ان انت تتجنب ان انت تقف في توابير وان انت تسجل صوتك وان حد هيزور، وموضوع الفرز وموضوع العد بتقعد كذا يوم، ولو انت بتعد مليون صوت او مليون ورقة بتاخد وقت وممكن ما يتمش بشكل دقيق. فلتلافي عملية تزوير أو تلاعب خلال عملية تصويت تلقائي، ممكن الموضوع يتم من خلال البلوك تشين. فأنت توفر وجود مراقبين، وتوفر القضاء، وتوفر الأشخاص اللي بيقوموا بالعد، وتوفر وتوفر وتكلفة الورق والحبر ومصاريف النقل والبدلات المواصلات والقصص دي اللي بتكلف فعلا فلوس كتيرة جدا. فأنت ممكن تتم من خلال تقنية البلوك تشين اللي هتوثق المعلومة وهيأكد ان ما حصلش تزوير. لو حد حاول ان هو يعدل في بيان هيظهر عند الناس كلها ان في شخص عدل البيان دوت. الفرز والعد وكل الحاجات دي بتتم في ثانية في ثانية وتطلع بشكل دقيق. فان شاء الله يعني نحاول في بلادنا ان احنا نتجه لموضوع البلوك تشين. الانتخابات بتاعت النقابات تتم من خلال الموبايلات، ويكون في وسيلة لمراقبتها وشفية والحاجات دي كلها، على اساس بدل ما الناس تقف توابير او او او